مرض السرطان محقورين حقرينا، مرض السرطان حقرينا. تيقول لنا سيرو تموتوا، صح سيرو تموتوا، ما عندكم سيرو تموتوا. كنمشيو للسبيطار كنتو مرضنا وكنجيبو مرض اخر نفساني، مرض نفسي والله العظيم الا مرضنا نفسيا. حنا كنموتوا واحد مورا واحد، كل سيمانه كيموتوا فينا بزاف الناس. حنا مرضى السرطان كنعانيو من مرضى السرطان، وتا حاجه ما متوفره، لا ليريم لا سكانير لا دواء، لا دواء لا ليريم لا سكانير لا مواعيد في الوقت. حنا دابا ولات عندنا الهشاشه، الدواء ديال الهشاشه هو ما كاينش. اي حاجه دابا حنا بغينا شي حاجه والو ما كايناش. حنا بغينا غير الدواء ديالنا والمواعيد ديالنا تكون في الوقت ديالها، وما تقطعش لنا الدواء. الدواء حتى السرطان ما كيتسناش، مثلا تقول هاد الدواء راه ما كاينش هاد الشهر، ما كاينش الشهر الجاي، هو سيري شري. حنا ما عندناش باش نشريو، ما خدامينش، ما عندناش اللي يخدم علينا. الحاله يرتلاها، راه الله اللي مطالع. نتمنوا من الله يوقفوا معنا المسؤولين ويعاونونا، وتا حنا راه باغيين نعيشوا، باغيين حنا حقنا في الحياه، من اي حاجه بغينا فيها حقنا. تيعاني تيعاني، ما كاين دواء، الدواء محبوس، ما كاين دواء، ما كاين شي. شحال من المراه مسكينه دابا محبوسه ليها البرته ديال مليون و 56 الف، منها واحد الاخت ماتتش دابا تيشريوها ليها على الناس. هاد الخطر ملي ما شراولهاش مسكينه ما دكاتش شهرين. كاين اللي عنده الثاني تيدير 3 المليون، كاين اللي تدير 6 المليون، كلشي محبوس. يعني تيقول لنا سيرو تموتوا، صح سيرو تموتوا، ما عندكم سيرو تموتوا. هادشي اللي تيقولوا لينا. راه حنا مكرفصين، راه حنا مكرفصين، راه حنا مكرفصين. يكرفط لينا شويه الله يخدمنا سيدنا والله يحفظه، الله يحفظه. بغينا هاد الرساله يسمعها سيدنا، بينما حنا راه ما تفرطا، حنا تنعانيو تنعانيو بزاف، تنعانيو لا من دواء لا من سكانيرات لا من مواعيد لا من كلشي. تنوحنا مع بعضك، انا ما تتسقمش ليا سكيريتي، هذيك 28 فيها تيبدا يلوح فيك بحال تيقبصك، بحال قبص واحد الكاغيط. قسما بالله باش تمشي تكاشي، ما لا اله الا الله. ولدي هادشي اللي غنقول لك، والله القسم الله يجعل سيدي ربي يحنن علينا القلوب. انا عندي 25 حصه ديال البوله، درت 7 الحصات وتوقف لي العلاج. علاش؟ الله اعلم. قال لك البوله خاسره يوميا، خاصك تمشي تسولي يوميا يوميا. بزاف عليا انا نمشي يوميا للبوله نسول واش خدامه. يوميا كنمشي لمده 20 يوم، هذه دابا طالعه في 25 يوم باش البوله موقفه عليا، وانا كنمشي يوميا نسول واش البوله تصوبت لا باقا ما تصوبتش، واش البوله تصوبت لا باقا ما تصوبتش. حشومه، انا محيده البزولات بجوج، ويلا محيده ولسيسه اخرى هنا تحت الباط غير في شهر 7. وباش يتوقف ليا العلاج راه زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا عينا والله العظيم العينا، حنا ما بقاش لنا في المرض ديالنا. المرض كنمشيو نجيبو مرض اخر، كنمشيو للسبيطار كندو مرضنا وكنجيبو مرض اخر نفساني، مرض نفسي والله العظيم الا مرضنا نفسيا. انا بعد كنجي من السبيطار كنقول نسول على البوله كيقول لي ما كايناش، كنجي مريضه كنقول لي ما تدو معايا ما تكلموني، حتى واحد ما يهضر معايا انا راني مريضه، لا الراجل ولا الدراري. الجو عندي في الدار كيتشحن، ما تهضرونيش انا مريضه، راني البوله محبوسه عليا، وانا الله اللي عالم بيا، الله اللي عالم بيا. كلشي هاد البلايص دابا ملي توقفت البوله كلشي هاد البلايص كيتقارصوا عليا، كلشي النمله سارحه عليا في الجسم ديالي. انا خايف هاد المرض ينتشر ليا، خايف هاد المرض ينتشر فيا. ملي غيوقفوني ما يبداوش ليا. علاش بداو ليا 7 الحصات ووقفوني؟ باقي ليا دابا 18 حصه. انا كنتسنى ايمتى؟ 25 20 يوم طالعه في 25 يوم باش انا واقفه، على واقفه ما كنديرش العلاج. دابا وقفوا لينا هادشي ديال لامو، انا عندي عمليه نهار 2، انا ما عنديش باش نبداها، ما عنديش من ندير الطبيب نهار 2. موقفين ليا لامو، ماما حسنا مسكينه الله يجازيها بالخير. كل سبت كنجيو هنا لدار الشباب، كاين محامي ديالنا طبيب ديالنا نفساني. حتى حنا خصنا تكون عندنا مراكز ديالنا، كاع جميع الامراض عندهم مراكز ديالهم. علاش حنا مرضى السرطان ما كاينش مركز ديالنا؟ حتى حنا خصنا مركز ديالنا فاش نتعالجوا، خصنا الاطباء خصنا حتى يكونوا حنا يكونوا بينا، وحنا ما عندناش وكنموتوا بواحد بواحد. خصنا مراكز، خصنا اللي يشوف من حالنا. الله يجازيكم بالخير. هذه الرساله كنوجهها لوزير الصحه، الوزير الصحه الله يجازيك بالخير. راه حنا كنموتوا واحد مورا واحد، كل سيمانه كيموتوا فينا بزاف الناس. خصنا مراكز ديالنا، خصنا مراكز خاصه بمرضى السرطان. عندي الحصه ديال الشيميو، كانوا عندي 6 الحصات. الاولى 70 الف ريال ما خديتهاش، ما عنديش باش نشريها.
الثانية ماما حسنا الله يكثر خيرها وخلينا شافت لي واحد المحسن شراه لي جابوا لي انا في السبيطار نعسه وجابوا لي حتى السبيطار عطاه لي. الحصة الثالثة قال لك ما كايناش داروا لي غير حماية ماشي ديالتي انايا. الحصة الرابعة حتى هو تشرى لي يلاه درت الاوديو لماما حسنا يلاه جاوباتني قالت لي صافي صيفطي لي التصاور شوية سمني واحد سيد في الفارماسي قال لي على حسابي. الحصة الرابعة دابا عطوني ورقة قال لي إلا ما عندكش راه الدواء ما كاينش عندي في الفان الدو في هذا الشهر إلا ما عندكش قال لي الدواء راه غادي باش تشريه ما تجيش راه ما كاينش الدواء راه ما كاينش الدواء تتقول لك تعاود الطبيب تقول لك الدواء ما كاينش وكيفاش غندير أنايا الدواء مرة ما عنديش راجل مطلقة والديا ميتين ما كاين ما خداماش أنايا من غادي نشري خويا الدواء ديال من غادي نجيب لا شيميو التحاليل كندور بالفلوس كل سبت كيعطوني تحاليل كندور بالفلوس حتى التحاليل ما كنديرهمش عندهم تيجيبو مني حتى السبت كيقول لك السبت ديريهم والسبت ما خدامينش هما وكنديرهم انايا بالفلوس والكورتيكويد كنشري الحساسيه كنشري ديال المعده كنشريهم الدواء كنشريهم من عندي وهما اشنو راه كنموت اخويا كل نهار كنموت وحق الله الحشومه عار وعاد شي كيدير مرضى السرطان محقورين حاقريننا مرضى السرطان حاقريننا خاصهم يشوفوا من حالنا يشوفوا من حالنا ويعاونونا وما يديروا لنا العلاج بالمجان راه ما قد راه هادشي العلاج ديالو زعما مكلف بزاف وشحال قد المحسنين يعاونوا كاين دواء ديال المنيول كاين جوج المنيول راه العلاج ديال السرطان صعيب وغالي وغالي بزاف انا ديال 70 لحد الان ما درتوش ملي مشيت ندير كونتروف عند الطبيب ديالي قال لي هذاك ديال 70 علاش ما درتيش كنتي طلبي بحال قال لي طلبي في الزنقه وديريه راكي فلتي عليك حصه وانا عندي المرض ديال الكبده صعيب عندي شي حاجه مستعجله والله يدير الشتاويل وحشوم على هادشي كيديروا معانا خصهم مرضى السرطان يشوفوا من حالهم هاد المسؤولين هادو يشوفوا ما يديروا معانا